يا إلهي، شوفوا معايا، عام ونص وأنا كنجمع ليها في الفلوس باش ناخدها، عام ونص تقريبا، اللي هي سبور على شكل الجو برو. سلام سلام لواشون، نتمنى تكونوا ناشطين ماشطين ناضيين. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا جديد. داكشي اللي شفتوا في المينياتور وفي العنوان فعلا كاين، وغادي نبارطاجي معكم لحظة زوينة بزاف من حياتي. غادي نبارطاجي معكم شي حاجه اللي كانت بالنسبه ليا حلم 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 باش انني نوصل لهذا الشيء. بالنسبه للناس اللي كانوا كيسولوني على اش من كاميرا باش كنتي كتصور اخي نور الدين، شنو سميت الكاميرا باش كتصور، شحال باش خديتيها، فين نقدروا نلقاوها، اضطريت انني ندير هذا الفيديو هذا باش نجاوب جميع الاصدقاء اللي كانوا سولوني. اذا غادي نبداو اول شيء بالكاميرا باش كنفيلمي ليكم. اذا قبل ما نهضروا على الكاميرا لازم تعرفوا واحد المساله، هي انه القناه ديال اليوتيوب اللي هادي كتفرجوا فيها ديال نور الدين ال ام قدرنا نوصلوا فيها تقريبا ازيد من 120 فيديو الحمد لله. هاد 120 فيديو لازم تعرفوا انه منها 100 فيديو مصورين فقط بالهاتف، وتكتصور فقط بالتليفون. يعني جميع لي فيديو ديال المغامرات اللي كنتو كتشوفوا وتفرجوا فيهم كانوا كيتفيلموا فقط بالتليفون، هادشي راه عارفينو بزاف ديال الاصدقاء. والحمد لله صبرت هذا، وكان عندي واحد الحلم انني تكون عندي كاميرا مزيانه الى غير ذلك. المهم الكاميرا اللي كتشوفوا امامكم اللي هي هذه كانون 80D، من الكاميرات اللي زوينين بزاف، واللي صراحه كنت كنحلم انه تكون عندي كاميرا بحال هذه. الوغ نحاول نهضر لكم شي شويه على هذه الكاميرا. كانون 80D مع اوبجيكتيف 18-135، هذا هو الاوبجيكتيف STM ستابيليزي و اوتو فوكس، هذا هو الاوبجيكتيف ديال اللي خديت مع هذه الكاميرا هذه. بالنسبه للمميزات ديال هذه الكاميرا اللي هما كثار بزاف، غنحاول انني نقول لكم من بين المميزات ديالها، فيها ايكرون روتاتيف، بمعنى الايكرون ديالها كتحرك يمكن لك تاخذها في اي واجهه بغيتي كيف ما كتشوفوا معايا. وكذلك الايكرون ديالها تاكتيل، يعني يمكن لك تخدم بالبصمات. فيها بزاف ديال لي زوبسيون، الا بغيتوا تعرفوا اكثر على هذه الكاميرا هذه دخلوا تلقاو واحد الفيديو لتحت في الديسكريبشن. الناس اللي بغات تعرف الثمن ديال هذه الكاميرا هذه اللي هي الكانون 80D، كتخرج جديده مع اوبجيكتيف اللي هو دي زويت 55 18-55 ملم. الثمن ديالها كيتراوح ما بين 8000 درهم حتى 10000 درهم. اما الا بغيتي تخدم مع هذا الاوبجيكتيف هذا دي زويت 135، تقدر توصل في الثمن حتى 11000 درهم مع اوبجيكتيف اللي هو دي زويت 135 اللي هو هذا STM وستابيليزي واوتو فوكس في نفس الوقت. اذا كانت هذه هما بعض المعلومات على هذه الكاميرا اللي كنصور بها، اللي في الحقيقه كانت حلم بالنسبه لي باش ناخذها وتحقق الحلم ديالي فعلا، واللي صار معها عام ونصف وانا كنجمع ليها في الفلوس باش ناخذها، عام ونصف تقريبا وانا كنجمع الفلوس باش ناخذ هذه الكاميرا بمساعده العائله ديالي اللي كنشكرهم من هنايا. المهم المعلومه اللي بغيت نعطيكم هو ان هذه الكاميرا ما خديتهاش باش نفيلمي بها غير اليوتيوب، ما خديتهاش باش ندير بها لي فلوغ فقط، لان الثمن ديالها باهظ بزاف، الثمن ديالها غالي بالنسبه لواحد بحالي كيف ما شفتوا. كيف ما قلت لكم راه عام ونص وانا كنجمع باش ناخذها، دونك راه ماشي سهله. الوغ هذه الكاميرا غادي نحاول، شريت ليها لي زاكسيسوار تقريبا كاملين اللي غنقدر نحتاجهم، وغادي نحاول ندير بها تصوير الحفلات تصوير المناسبات مع كاميرا واحده اخرى ديال لي فوتو. تندير لكم واحد الفلوغ واحد الفيديو بالنسبه للخدمه ديالي. هذا هو لانونس، هو دايز التصويره، اللي بغى ومحتاجني شي حاجه يتصل بيا مرحبا به، هادشي اللي كاين. اما دابا غادي ندوز للمفاجاه الثانيه، وغادي نحاول انني نحط دابا الكاميرا باش نفيلميو بالكاميرا باش تشوفوا كاليتي زوينه ديالها، ونوريكم المفاجاه الثانيه. ركبت الكاميرا اللي شفتو معايا اللي هي الاي تي دي كانون اي تي دي، نسيت ما بارطاجيت معكم هذه الكاميرا هذه اللي هي سبور على شكل الجو برو. ونسيت ما قلت لكم باللي حتى الكاميرا دابا اللي كتفيلميني اللي هي الكاليتي ديالها 1080 فول اتش دي، كاليتي زوينه بزاف كيف ما كتشوفوا معايا دابا في الفيديو، حيت هي اللي راني كنفيلمي بها دابا. دونك هي هذه الكاميرا هذه اللي غتشوفوا دابا الكاليتي ديالها انا نطلق الفيديو. اما فيما يخص المفاجاه الثانيه اللي ما غاديش نقول لكم على البال بطبيعه الحال، اللي هو درع اليوتيوب كما كتشوفوا معايا، اللي هي درع اليوتيوب. بصح وصلنا درع ديال اليوتيوب، واللي غادي تكتشفوه معايا حصريا لاول مره، لشي حاجه كتفرح في الحقيقه بزاف.
المهم نخليكم مع هذا السينيماتيك البسيط والمتواضع، نفتحوا هذه اللعيبه بالمقص. خليكم معايا. One last ticket before it's gone. One last summer before it's fall. وهذا كيجي على هذا الشكل. هذا فاش كتفتحو اول مره كيصيفطو لك معاه واحد كيهنئوك فيها في هذه الورقه الاولى، كذلك كيصيفطو لك واحد الرساله كيهنئوك فيها بلونجلي، وهذا كيهنئوك فيها على المجهودات اللي كدير في لاشينين غير ذلك. من بعد كنحلو هذه. او ماي جاد يا الهي، شوفوا معايا هذا هو الدرع الفضي اليوتيوب اللي توصلنا به الحمد لله. وانا and I can't stop to breathe. درع اليوتيوب هو هذا. اللي بغيت نقول لكم على الدرع هذا هو انه راه ماشي في هذه القناه، هذا حصلنا عليه الدرع من قناه اخرى اللي حصلنا عليه. دونك انا في الحقيقه كنتمنى شي نهار انني نشد هاد الدرع اليوتيوب في القناه اللي فيها المحتوى، يعني اللي كنبان فيها معاكم، اللي كنبان فيها بوجهي المحتوى ديالنا. اما هذا في قناه اخرى في محتوى اخر ما عندوش علاقه بهذا الشيء اللي كندير في هاد القناه هذه. وهذا هو الحلم الثاني ديالي من بعد ما خديت الكاميرا، واخا مازال خصني بزاف ديال الاكسسوار الكاميرا، مازال غادي نبغي الدروم، باقي عندي افكار انني ندير جو برو، مازال باغي ندير الاكسسوار ديال الكاميرا كاملين يكونوا عندي باش يتبقى يطلع الفيديو طوب، يطلع شي حاجه واعره الفيديو ويعجبكم. هادشي كامل كنديرو باش يعجبكم المحتوى نتوما اللي كتفرجوا فيا الاولى. المهم انا راه مازال ما وصلتش حتى 10000 سبسكرايب، يعني ما يمكنش يوصلني هذا. هذا خصك توصل 100000 سبسكرايب باش يوصلك هذا الدرع ديال اليوتيوب. ولكن حصلنا عليه في قناه وحده اخرى، ماشي مشكل، حتى هي كتسمى عمل حتى هو. معول عليكم بزاف انكم تبارطاجيو لي فيديو اللي كندير باش نقدروا نوصلوا داكشي اللي بغينا كاملين. واي واحد بغى شي مساعده وانا نقدر عليها مرحبا به يتواصل معايا. هذا فيما يخص درع اليوتيوب، حطونا تنشوفوا له شي بلاصه فين غادي نعلقوه. الحقيقه انا محتاج بزاف للدعم ديالكم، محتاج بزاف التشجيع ديالكم باش نقدروا نوصلوا مجموعين شي حاجه اللي بحال هكا ناخذوا درع مثل هذا الدرع هذا في مثل هذا المحتوى ديال هذه القناه هذه. كيف ما خدينا هذا في قناه وحده اخرى، وكيف ما كان عندي حلم انني ندير كاميرا وقدرت نوصل ليه، نقدروا نوصلوا حتى لهذا الدرع هذا. وهذا الشيء ماشي ليا بوحدي، بطبيعه الحال لكم كاملين نتوما اللي كتفرجوا فيا. كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم، وفي الحقيقه كنتمنى انني نوصلوا على الاقل 10000 سبسكرايب في اقرب وقت. وكل شيء كيرجع لكم نتوما اللي كتفرجوا فينا. علاش؟ حيت انا ما داير شي كولابوراسيون مع شي واحد باش تطلع لاشين. باش تطلع لاشين كيخصك دير كولابوراسيون مع شي واحد اللي ديجا عنده دي سبسكرايب طالعين، كيدوز القناه ديالك في الفي فيديو ديالو باش كتطلع. انا هذه المساله ما دايرها حتى مع شي واحد، يعني بديت راسي اللي هي دابا تقريبا 3 سنوات 4 سنوات اللي بديت كنحط الفيديو بشكل تقريبا اسبوعي، الى ما نقول من 3 ايام 4 ايام كنحاول نحط لكم فيديو. ما نتمنى توقفوا معايا ونحاولوا نبارطاجيو، لانني انا كندير شي حاجه هذا المحتوى يعني عائلي فاميلي، تقدر تفرج فيه مع خوتك مع والديك، ما كاينش شي حاجه اللي تقدر ديرونجيك ولا شي حاجه. والا بغيتو ندير شي حاجه وحده اخرى في هذه القناه تبقاو تعطوني الاقتراحات ديالكم من تحت. شكرا لكم بزاف اللي تبعتوا الفيديو ديال اليوم، تهلاو ليا فراسكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنساوش الا كنتو اول مره دخلتوا عندي سبسكرايب لتحت ولايك لهذا الفيديو هذا. نتلاقاو في الفيديو الجاي. بيس.